بما يعادل 15% من أراضي أوكرانيا، روسيا تستعد لإعلان رسمي وشيك عن ضم 4 أقاليم أوكرانية: دونيتسك ولوغانسك شرقاً وزابوروجيا وخرسون جنوباً، أقاليم أوكرانيا الغنية بالغاز والطاقة النووية والغذاء. مساعي الضم الروسية تقابلها تحذيرات أمريكية من مسارات الحرب النووية ووعود أوروبية بالمزيد من العقوبات الردعية. مرحبا بكم إلى الرابط. إذن بينما روسيا تتأهب لإعلان ضم 4 أقاليم أوكرانية بعد استفتاءات وصفتها كييف بالمهزلة وبالزائفة، الغرب يعد العدة لحزمة جديدة من العقوبات القاسية لاستهداف الاقتصاد الروسي. وعن ذلك نتساءل، هل يضفي ضم روسيا للأقاليم الأوكرانية شرعنة استخدام الأسلحة النووية؟ أيضا نتساءل، هل تجد روسيا في هذه الأقاليم الأوكرانية بديلا اقتصاديا عن العقوبات الغربية؟ عشية التوقيع الرئاسي الروسي على ضم 4 مقاطعات أوكرانية إلى الأراضي الروسية بعد استفتاءات، الغرب يستعد لفرض حزمة ثامنة من العقوبات على موسكو وسط توقعات بأن تؤثر بشكل سلبي على كلا المعسكرين. نتابع. يسير في طريق لا رجعة فيه للوراء، ما أشبه سيناريو ضم القرم عام 2014 باليوم، مع فارق حجم الأراضي الجديدة التي سيضمها القيصر للأراضي الروسية. التوقيع الجديد هذه المرة على اقتطاع 15% من أراضي أوكرانيا. هذه الخرائط الجديدة التي تتشكل بالدم لا أساس قانوني لها بالنسبة للغرب الذي لوح كما جرت العادة بعصا العقوبات. أردنا أن نقدم سويا الحزمة الثامنة من العقوبات. صعدت روسيا الأسبوع الماضي غزو أوكرانيا إلى مستوى جديد. الاستفتاءات الصورية التي نظمت في المناطق التي احتلتها روسيا هي محاولة غير شرعية للاستيلاء على الأراضي وتغيير الحدود الدولية بالقوة. إن الحشد وتهديد بوتين باستخدام الأسلحة النووية هما خطوتان إضافيتان على طريق التصعيد. نحن لا نقبل الاستفتاء الزائف وأي نوع من الضم في أوكرانيا. حزمة جديدة يحضرها هؤلاء ستحرم موسكو وفق حساباتهم نحو 7 مليارات يورو إذا ما بدأ حظر شامل على استيراد البضائع الروسية. أما وضع سقف لأسعار الطاقة الروسية من قبل بروكسل ومجموعة السبع قد يأتي بنتائج عكسية، فأول ما ستفعله موسكو قطع إمدادات الطاقة كليا عن أوروبا. وإذا ما أفضت مباحثات أوبيك بلس إلى خفض جديد للإنتاج، فأن شتاء الأوروبيين سيكون قاسيا يفوق التوقعات. روابط الثقة بين موسكو والغرب هدمتها حرب أوكرانيا، وجسر الطاقة مع برلين تنسفه أعمال تخريب، فيما سجال طويل يدخل مراحله الأولى وقد يذهب باتجاه تهم جاهزة بين المعسكرين. قبل البدء بنقاش هذه الليلة أعود وأذكركم بسؤالي الرابط، هل يضفي ضم روسيا للأقاليم الأوكرانية شرعنة استخدام الأسلحة النووية؟ أيضا نتساءل، هل تجد روسيا في هذه الأقاليم الأوكرانية بديلا اقتصاديا عن العقوبات الغربية؟ هذا ما أطرحه على ضيوفي الكرام في حلقة هذا المساء من الرابط. أبدأ بضيفي من كييف، ينضم إلينا من هناك السيد أوليكسي هاران وهو الأكاديمي والعضو السابق بالمجلس العام التابع لوزارة الخارجية الأوكرانية. مرحبا بك. من مدينة بون الأوكرانية الألمانية ينضم إلي السيد ياسر أبو معليق وهو الباحث في الشؤون الجيوسياسية. مرحبا بك. من موسكو ينضم إلي البروفيسور أندري كوشكين وهو رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بليخانوفا. مرحبا بك. أبدأ هذا النقاش من كييف. أسألك سيد أوليكسي، بداية، روسيا ستصادق رسميا غدا على ضم 4 مناطق أوكرانية رئيسية: خيرسون، دونيتسك، لوغان، زابوروجيا. ما هي أوراق أوكرانيا في هذه المرحلة؟ نعلم بأنه كييف لم تستطع منع هذه الاستفتاءات ولا حتى الآلة العسكرية الروسية حتى الآن على الأرض.
ليس هنالك من استفتاء. الرجاء ألا تستخدموا التعابير الروسية في الإشارة إليها. ما من أحد في العالم يعترف بهكذا استفتاءات، تماما كما احتل صدام حسين الكويت وقال إنها جزء من العراق. لم يعترف به أحد، لا الدول العربية ولا دول العالم اعترفت بهذا الأمر. نفس الشيء يحدث الآن. روسيا تضم هذه الأقاليم وتقوم بما تسميه استفتاء، وهنالك أشخاص يصطحبهم الجنود ليذهبوا إلى الاقتراع. إنه عمل زائف ما يفعله الروس اليوم. ممكن أن نقارن مع ما فعله صدام حسين وهتلر وستالين، هكذا تصرفوا. ولكن نحن بالتأكيد نؤمن بعالم مختلف تماما. أرجو ألا تستخدموا كلمة استفتاء. سيد أليكسي، طيب لنضع يعني التسمية على جنب، وذا يعني إذا كانت استفتاء أو غير استفتاء، بمهما كان ما تسمي هذه العملية التي جرت في هذه الأقاليم الأوكرانية المختلفة، الآن الواقع على الأرض أنه غدا الكرملين سيعلن عن 4 أقاليم مناطق رئيسية في أوكرانيا جزء من الأراضي الروسية. أيضا يعني رؤساء هذه الأقاليم وهم الذين دعمتهم روسيا سيذهبوا إلى روسيا لحفل التنصيب، وبالتالي يعني هناك واقع على الأرض. الآن أوكرانيا، ما هي الخطوة المقبلة التي ستقوم بها؟ لا، ليست هذه الوقائع وليست هي الحقائق على الأرض. ما من أحد في العالم، ما من أحد، ليست وجهة نظر أوكرانية بل هي وجهة نظر عالمية. كل العالم، 141 دولة دانت هذه ما يسمونه استفتاءات. فقط سوريا وبعض الدول القليلة جدا التي وافقت على هذا الأمر. هو إشارة ضعف، لأنها تبين بأنه على الأرض روسيا لا تستطيع أن تمنع الهجوم الأوكراني العسكري. فالأوكرانيون يحررون أراضيهم. بوتين قام بهذه الأمور المجنونة. إذا تذكرتم معي الهدف الأول من الحرب، حتى أن الروس لا يسمونها حربا، يسموها عملية عسكرية خاصة، لأنهم يكذبون بشأن كل شيء. إذن أيضا كانوا يسمونها الجمهورية المستقلة في دونباسكا، والآن تقوم روسيا بضم أراض أوكرانية تعكس تماما طبيعتها العدوانية. ما تفعله تماما كما فعله صدام. طيب واضح سيد أليكسي، إذن يعني لا تملك أوكرانيا في هذه المرحلة أوراق حقيقية، ونعلم أنها لا تعترف بهذه العملية التي جرت أو الاستفتاء الذي جرى بهذه الأراضي الأوكرانية. أذهب إلى ضيفي من بون، أسألك سيد ياسر، هذه الاستفتاءات ليس فقط أوكرانيا لا تعترف بها، أيضا دول غربية تقول عنها زائفة، ولكن على الأرض هل فشل الغرب في ردع روسيا؟ كل هذه العقوبات، كل هذا التسليح، كل هذا الإنفاق العسكري، يعني لم يمنع بوتين من قدم الأراضي الأوكرانية. هو أعتقد أن الأوروبيين توصلوا إلى خلاصة من خلال هذه، منذ بداية هذه الحرب، إلى أن لا يمكن ردع بوتين، بل وأن هناك بل يمكن تحجيم نفوذه، تحجيم يعني هجمته في داخل أوكرانيا. وبالتالي أعتقد أنه طالما لم تكن هناك مواجهة عسكرية مباشرة ما بين الكتلة الغربية عموما وما بين روسيا، فإن ردع بوتين بين، ونضع كلمة ردع بين همزتين، غير ممكن بالنسبة للأوروبيين أو من وجهة نظر الأوروبيين. فأعتقد أن العقوبات بقيت وتبقى الأداة الوحيدة من أجل تحجيم القدرة العسكرية لبوتين، أو قدرة إنفاق بوتين على القوة العسكرية الخاصة به وعلى عملياته العسكرية في أوكرانيا وعلى حربه في أوكرانيا فلنقل. وبالتالي هذا هو السلاح الوحيد الذي تبقى للكتلة الغربية في يعني قبل الدخول المباشر بقواتها في الحرب. يعني هذه هي الخطوة الأخيرة قبل الدخول المباشر بقواتها بالحرب. هذا طبعا ودعم الجانب الأوكراني بما يحتاج من سلاح ومن أموال. ولذلك أرى بأن الأوروبيين لم يعودوا ينظرون إلى هذه العقوبات كأداة ردع، بل كأداة تحجيم قدرات روسيا في هذه الحرب.
طيب البعض يرى يعني بأنه ضم روسيا لهذه الأربع أقاليم أو مناطق يعني قد تعوض روسيا عن هذه الضغوطات الاقتصادية التي تمارسها الدول الأوروبية، ولكن هذا محورنا بالبلوك الثاني أو الجزء الثاني. أذهب الآن لضيفي من روسيا، أسألك معنا من هناك السيد أندري، بعد هذه الاستفتاءات، بعد هذه المصادقة عليها غدا، ما هي القرارات الروسية المتوقعة سياسيا وعسكريا، أيضا كل ذلك بعد التعبئة الجزئية التي أعلنها بوتين، ماذا نتوقع الآن؟ مساء الخير جميعا، شكرا لكم على الاستضافة. قبل كل شيء يجب أن نقول إن الناس الذين يقطنون في هذه المناطق قد صوتوا لصالح الخروج من الدولة الأوكرانية، ما يعني أن هناك إرادة شعبية، فإن الشعب لا يريد البقاء في الدولة الأوكرانية ولكنهم يريدون الرجوع إلى الوطن التاريخي، فلذلك قد اتجهوا إلى روسيا طلبا لإعادة الانضمام إلى الدولة الروسية. هذه العملية لا يمكن إيقافها الآن من قبل أي طرف يذكر، فالآن نحن نرى عمليات طبيعية في ساحة العلاقات الدولية، وهي نتيجة للسياسات التي تمارسها السلطات الأوكرانية حاليا، فلذلك هذا هو الوضع الذي نشهده في هذه المنطقة. طيب ماذا عن الجانب العسكري؟ يعني تقول أنت أن هذه الاستفتاءات التي حصلت كما ذكرت يعني تعبر عن آراء هؤلاء بالرغبة بالعودة إلى الوطن الأم كما تقول روسيا، هذه وجهة النظر الروسية، ولكن على الأرض هل هذه الاستفتاءات تحقق أهداف روسيا في هذه الحرب؟ وما الذي سيليها من قرارات؟ يعني هل هذه المناطق الأربعة هي قاعدة بمثابة قاعدة عسكرية جديدة لروسيا ستنطلق منها عملية أوسع في أوكرانيا؟ ماذا نتوقع؟ قبل كل شيء يجب الإشارة إلى أن الاستفتاء استمرار طبيعي للعملية العسكرية الخاصة التي تشنها روسيا، ويجب القول أن هذه الحرب تجري منذ 2014، حيث نرى التحرش على السكان المحليين من قبل النظام الأوكراني، ومن الواضح أن السكان هؤلاء السكان أكثر من 90%، وفي بعض المناطق 100% من السكان لا يريدون البقاء في الدولة الأوكرانية. وفيما يتعلق بمستقبل العملية العسكرية، فلا أحد سوف يوقفها بعد هذا الانضمام، فيكمن الأمر أن الخطاب الذي نتوقعه غدا من الرئيس الأوكراني سوف يظهر لنا محاور جديدة بشأن السياسات في أوكرانيا. يعني ننتظر كلمة الرئيس بوتين غدا، بالتأكيد ستكون كلمة مهمة. أسأل ضيفي من بون سيد ياسر، سؤال الحلقة اليوم الأساسي يقول: هل يطفي ضم روسيا للأقاليم الأوكرانية شرعنة استخدام الأسلحة النووية؟ هل تعتقد أنه هذه الحرب أو هذه العملية العسكرية التي تتحدث عنها روسيا هكذا تسميها الآن، يعني نفتح تشابتر جديد أو جزء جديد في هذه الحرب، والأسلحة النووية جزء منها في هذه المرحلة؟ أعتقد أنه لا مبرر لاستخدام الأسلحة النووية في أي حال من الأحوال. الأسلحة النووية هو سلاح ردع وليس سلاح هجومي يستخدم في إطار صراع عسكري، ولكن روسيا أثبتت إلى حد الآن أنه لا يمكن توقع خطواتها القادمة، وبالتالي فإن مخاوف بعض الأجهزة الأمنية في الاتحاد الأوروبي وبعض الأجهزة الأمنية الغربية مبررة من إمكانية استخدام السلاح النووي. أي نعم، ربما لا تستخدم روسيا السلاح النووي الشامل المؤدي إلى تدمير البشرية بأكملها، وما هو السيناريو الأكثر سواداً والأكثر قتامة، ولكن قد تلجأ إلى استخدام أسلحة نووية تكتيكية ذات قدرة تدميرية محدودة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية معينة في عملية العسكرية، ولكن ذلك يحتاج إلى يعني وضع روسيا في وضع حرج جدا من الناحية العسكرية. أوكرانيا تحقق منذ بداية سبتمبر انتصارات يعني مفاجئة للكثيرين في الجبهة الشرقية وأيضا في المعارك في الجنوب، وربما تكون هذه الخطوة خطوة إعلان ما تسمى بالاستفتاءات وضم هذه المناطق إلى لتصبح جزءا من روسيا، محاولة من موسكو إلى تحويل هذه الحرب من حرب هجومية إلى حرب دفاعية من خلال التذرع بانضمام هذه المناطق إلى روسيا بأنها الآن تدافع عن ما هو لها،
ولا تهاجم مناطق أجنبية، وبالتالي فإن ذلك يمنحها ربما من وجهة نظرها على الأقل شرعية أكبر في الدفاع أو في الاحتفاظ بهذه المناطق ومهاجمة الطرف الآخر ألا وهو القوات الأوكرانية. لذلك أعتقد أنه من ناحية استخدام الأسلحة النووية لا أعتقد أن ذلك يعني خيار مطروح على الطاولة. ولكنك قلت جملة هامة تقول بأنه الآن ولكنك قلت جملة هامة سيد ياسر، أنه الآن روسيا تتعامل مع هذه المقاطعات والأقاليم الأربعة على أنها جزء من أراضيها، وبالتالي الآن هي تريد أن تدافع عنها وقد تدافع عنها باستخدام الأسلحة النووية، لأنه كما ذكرت ربما روسيا تصرفاتها أو خطواتها المقبلة غير متوقعة. هنا أذهب لضيفي من موسكو، أسألك أذهب لضيفي عفوا من كييف السيد أوليكسي، أسألك سؤال الأخير الآن في هذا الجزء. واشنطن تقول بأنها لن تعترف أبدا بضم روسيا لمناطق في أوكرانيا، ولكن هل هذا الموقف من البيت الأبيض كافي في هذه المرحلة؟ يعني ما الذي تريد أوكرانيا الآن مع كل هذه الخطوات الروسية المتسارعة في الأيام الماضية؟ أولا أنت تكرري موضوع الاعتراف بهذا الضم فيما عدا سوريا وأريتريا وبعض الدول المشابهة سيد أوليكسي. أنا لا أقول، نحن نقول ما تقوله روسيا، نناقش بأنه هذا الحدث أصبح واقعا على الأرض وهناك يعني مراسيم رسمية تجري غدا بالكرملين، نناقش هذا الحدث. يعني إذا كنت توافق على كلمة الاستفتاء أو لا توافق، يعني ما الذي يجري في هذه الأقاليم الأربعة؟ أسميه كما تسمي، أوكرانيا كيف ستتعامل معه، وما الذي تريد من البيت الأبيض في هذه المرحلة من أجل وقفه وعدم تمدده إلى أقاليم ومناطق أوكرانية أخرى؟ نتوقع ليس فقط من البيت الأبيض بل أيضا من أوروبا، من الكثير من دول العالم التي تساعد أوكرانيا. هنالك الكثير من دول العالم التي تساعد أوكرانيا عن طريق تقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية. لذا قلت بأنه ليس لدى أوكرانيا أوراق أخرى، لا لديها، لأن البطاقة الأهم هي الحقيقة. نحن في جانب الحق من التاريخ، روسيا هي المعتدي، وما سنراه بعد هذا الاستفتاء المخزي المزيف عزل كامل لروسيا وهي المعتدي والتي تهدد باستخدام القوة النووية تجاه من لا يستخدم هذه القوة. أود أن أذكر الجميع بأن أوكرانيا قد تخلت عن أسلحتها النووية في العام 1994 في مقابل ضمانات، مقابل حماية أراضيها ووحدتها. إذن روسيا تنتهك كل معاهدة وقعت عليها، روسيا تنتهك عدة معاهدات واتفاقات، وأخيرا روسيا تبتز العالم. تخيلي إذا استخدمت روسيا أسلحة نووية، سيكون هنالك مواد مشعة وتلوث إشعاعي، لن يكون محدودا فقط في أوكرانيا بل سيكون ربما في روسيا، في تركيا، في منطقة الشرق الأوسط وفي أوروبا. وتخيلي أزمة الغذاء التي يمكن أن تحدث بسبب ما يتم الآن، هنالك أزمة غذاء في العالم، فلنتخيل أن يكون هنالك تلوث بالإشعاع النووي. طبعا العالم يرى ما تفعله روسيا وما تستخدمه وتفعله، سيكون هنالك المزيد من العزل لروسيا، المزيد من العقوبات، المزيد من الضغوطات الدبلوماسية، والمزيد من الدعم العسكري، لأننا لا نهاجم روسيا بل ندافع عن أراضينا. وروسيا قالت ربما هذا ما نتحدث عنه. اسمح لي أقاطعك لنذهب إلى الفاصل الأول، ولكن مزيد من العقوبات ربما، ولكن مزيد من العزلة لا نعلم. يعني نناقش كل ذلك بعد قليل في الرابط بعد الفاصل الأول، ابقوا معنا. مع قرب إعلان روسيا رسمياً لضمها لأراضي أوكرانية، تبرز تساؤلات عدة عن الخطوات التي قد تعقب هذه الخطوة على مختلف الأصعدة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. نتابع التفاصيل.
تتجه أنظار العالم خلال هذه الأيام إلى روسيا، حيث من المتوقع أن تنظم هيئاتها التشريعية إجراءات ضم الأراضي الأوكرانية المقتطعة بعد الانتهاء من استفتاءات تقرير المصير. لكن خطوات ما بعد الضم وانعكاساتها على الصعيد السياسي والاقتصادي وحتى العسكري لا تزال تثير تساؤلات. وفقا للعقيدة الروسية واستنادا إلى نماذج تاريخية سابقة، يرى محللون أن القيادة الروسية ستبدأ في التعامل مع تلك الأراضي رسميا على أنها أراض روسية، أي أنها ستعتبر أي هجوم عليها هو انتهاك لوحدة وسيادة أراضي الاتحاد الروسي. عسكريا، من المتوقع وفق مراقبين أن تبدأ روسيا في استهداف المزيد من المراكز السكانية والمباني الحكومية التابعة لحكومة كييف في الحدود الإدارية للمناطق التي ستنضم لموسكو، على غرار الضربات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية بالقرب من مدينة خاركوف في وقت سابق من هذا الشهر. ووفقا للغارديان، لا يستبعد المراقبون كذلك إمكانية إجراء تدريبات نووية أو حتى ضربات نووية تكتيكية محدودة في الأراضي الأوكرانية المقتطعة، والتي من المرجح أن تكون أشبه بحقل تجارب لإظهار القوة الروسية أمام الغرب وتجربة أسلحته الاستراتيجية الأخرى. علاوة على ذلك، يمكن لموسكو استغلال عملية التعبئة العامة والدفع بمزيد من الجنود إلى هذه الأراضي، سعيا لمنع أي هجوم أوكراني مضاد أو خسارة المزيد من الأراضي. اقتصاديا، سيمثل ضم كل تلك المساحات الشاسعة إضافة اقتصادية هائلة، إذ يوصف إقليم دونباس بسلة الغذاء والصناعة الأوكرانية، ويمثل ما يصل إلى نحو 30% من الصادرات الأوكرانية. وبنفس القدر من الأهمية لدى خيرسون بعد اقتصادي هام، فمعظم الاحتياطات الأوكرانية من الغاز الطبيعي تقع على منطقة البحر الأسود، والتي تقدر بنحو 5 تريليونات و400 مليار متر مكعب. أما مدينة بوروجيا فتتمثل أهميتها الاقتصادية في محطتها النووية ذات 6 مفاعلات، والتي تعد الأضخم في القارة الأوروبية وتنتج ما يعادل 5 إنتاج الكهرباء في جميع أنحاء أوكرانيا. نعود لاستئناف النقاش، أبدأ في هذا الجزء مع ضيفي من موسكو سيد أندري. هل تجد روسيا في هذه الأقاليم الأوكرانية التي ستضمها بديلا اقتصاديا عن كل هذا الضغط الغربي والعقوبات عليها؟ إن روسيا لا ترغب في الحصول على أي تعويض مالي، فإن الجدول الأساسي لهذا القرار وإعادة انضمام هذه الأراضي حيث يؤيد أغلب السكان، وأنا أقصد منطقة دونباس وخيرسون وزاباروجيا، حيث يريد الناس أن يعودوا وأن يرجعوا إلى الدولة الروسية. فلذلك هذا هو الدافع الأساسي للقرار المحتمل الذي من الممكن اتخاذه يوم غد من قبل القيادة الروسية. فبما أن روسيا كانت تساهم في حماية هؤلاء الناس منذ 2014، الناس الذين لا يزالون يتعرضون للقصف والغارات الأوكرانية، فنحن قبل كل شيء نريد أن يتم إنقاذ الناس الأبرياء. وفيما يتعلق به هذا الدم، فكل ذلك يجر وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، مثل ما كان هو الحال مع الاستفتاء، مع تنظيم الاستفتاءات. فليس هناك أي شيء مميز أو يخرج على النظام العالمي. وفيما يتعلق بإعادة إصلاح البنية التحتية وعودة الحياة الطبيعية، فإن السكان الذين يعيشون هناك الآن سوف يشتغلون على هذه الأمور الحياتية. طيب سيد أوليكسي، استمعت إلى ضيفنا من موسكو، يعني يقول روسيا لا تبحث عن يعني موارد اقتصادية بدائل عن كل هذه العقوبات الغربية عليها. كل ما أرادت أن تقوم به من خلال يعني هذه الاستفتاءات وهذه العملية التي ضمت فيها الأيام الماضية هو الدفاع عن الناس في الدونباس الذين ظلموا منذ العام 2014. على الجانب الآخر، أسألك عن أوكرانيا في هذه المرحلة. الدونباس يوصف بسلة الغذاء والصناعة الأوكرانية، يعني تقريبا يمثل ما يصل نحو 30% من الصادرات الأوكرانية، وبالتالي ما هي بدائل أوكرانيا يعني من خلال هذه السيطرة الروسية؟ أين ستذهب أوكرانيا فيما يتعلق ب الغذاء في هذه المرحلة بالتحديد؟
أولا دعوني أقول لأنكم أود أن أعلق على ما ذكره الزميل من روسيا الحديث عن الأسباب. طبعا هنالك ما حدث للجنود من الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. لا نستطيع أن نثق أبدا بما يقولون الآن، لا نستطيع أن نثق بما يفعلون، لأننا نتذكر ما حدث. دونباس تدمرت، اقتصاد دونباس تدمر بعد العام 2014 من قبل من؟ من قبل روسيا التي احتلت دونباس. إذن دونباس ليس سلة غذاء، لأن دونباس هي منطقة صناعية. الأجزاء الأخرى من أوكرانيا غنية بالقمح، سلة الغذاء والصناعة الأوكرانية في كل هذه المناطق التي تمت عمليات الاستفتاء فيها. دونباس تتدمر اليوم وهي مدمرة أصلا من روسيا. إذن أقول بأنها مدمرة، دمرتها روسيا. إذن من منظور اقتصادي هذا لا يغير من الأمر شيئا. ما هو مهم، وأنا أعتقد بأن روسيا تريد أن تحصل على زابوريتشا وطبعا ما فيها من محطة توليد طاقة تعمل على الطاقة النووية. طبعا أرجو أن تعطوني مثالا عن أمر كهذا حدث هنا. إذن تقوم روسيا عن طريق الحصول على محطة الطاقة، ثم أولا في تشيرنوبل ثم في زاباروجيا، هي تزيد من مخاطر حدوث حادث نووي، ولهذا الأمر خطر بالنسبة لكل العالم. مجددا يجب أن لا نتحدث عن ضغط غربي على روسيا، بل الأصح أن نتحدث عن ضغط دولي على روسيا، لأن العدوان الروسي على أوكرانيا له تبعات عالمية مثل أزمة الغذاء والطاقة والأزمة الاقتصادية وحتى حدوث حادث نووي. حتى بما أنك ذكرت حادث نووي، اسمح لي أذهب بالسؤال عن زاباروجيا لضيفي من بون سيد ياسر. ماذا عن السيطرة على زاباروجيا في هذه المرحلة؟ المحطة النووية الأضخم بأوروبا يعني تنتج حوالي في هذه المرحلة خمس إنتاج الكهرباء لجميع أنحاء أوكرانيا. يعني روسيا الآن عندما تسيطر على زاباروجيا في هذه المرحلة في ظل هذه التهديدات باستخدام السلاح النووي من جهة، سيطرتها على محطة نووية من جهة ثانية، ما هو حجم الخطر وحجم يعني رد الفعل الأوروبي المنتظر؟ بالطبع السيطرة على محطة زاباروجيا وعلى والقتال الدائر حول هذه المحطة ما بين الطرفين يثير مخاوف أوروبية كبيرة من أن يؤدي هذا القتال من طرف أو من الآخر إلى إضرار بهذه المحطة وإلى تسربات شبيهة بكارثة مفاعل تشيرنوبيل، والتي ما تزال مناطق واسعة تعاني من آثارها، وهي حدثت قبل 30 عاما. لكن محطة زاباروجيا يعني أكبر حتى من محطة تشيرنوبيل، وبالتالي فإن أي إضرار بهذه المحطة وأي تسربات إشعاعية تخرج منها قد تؤدي إلى كوارث كبرى. والأدهى والأمر أنه سيكون من الصعب جدا بمكان تحديد المسؤول عن هذه التسربات إذا ما حصلت اقتتال بين الطرفين. هل سيدفع ذلك الاتحاد الأوروبي لربما فتح صفحة جديدة من التفاوض في هذه المرحلة؟ هذا ما يعول عليه الجانب الروسي برأيي. أعتقد أن هذه الخطوة أيضا خطوة ضم هذه المناطق التي أجريت فيها عمليات الاستفتاء، قد يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلالها يعني رأب أو يعني شق الصف الأوروبي، ونوعا ما محاولة إثارة شكوك بعض الدول الأوروبية في تجاه العمل تجاه يعني ضد روسيا أو حتى موضوع العقوبات. فاليوم مثلا سمعنا عن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يقول أنه سيطرح موضوع العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا بعد هذه الاستفتاءات للاستفتاء الشعبي في هنغاريا نفسها، أي أنه سيترك الأمر للشعب. وبالتالي هذه أول ردود الفعل فلنقل المعارضة للإجماع الأوروبي. وبالتالي هذا ما يعول عليه الرئيس الروسي بوتين برأيي.
أن محاولة التشكيك، محاولة ربما سحب أكبر قدر ممكن من الدول المؤيدة للعقوبات من هذه العقوبات، وبالتالي تخفيف الضغط عنه عن نفسه أكثر منها ربما المكسب الاقتصادي أو المكسب الصناعي من وراء السيطرة على هذه المناطق. واضح. هنا أذهب من جديد لضيفي من موسكو سيد أندري. الغارديان تقول عن مصادر مقربة أنه من المرجح أن تكون هذه المناطق الأربع الجديدة التي تقول موسكو بأنها ستضمها رسميا غدا أشبه بحقل تجارب لإظهار القوة العسكرية، ربما تدريبات نووية أمام الغرب وتجربة أسلحة جديدة. هل هذه التسريبات، هل هذه الأخبار يعني ممكن أن تكون واقع وتقوم بكل هذه التدريبات العسكرية روسيا في مرحلة قريبة في هذه المناطق الجديدة؟ وأنا أرد على هذا السؤال بشكل واضح. يبدو أن السردية الإعلامية بشأن احتمال استخدام الأسلحة النووية ولو كانت تكتيكية أم استراتيجية، كل هذه السردية تنتج عن الإعلام الغربي، فمرارا وتكرارا الجميع يناقشون بدءا من واشنطن وصولا إلى لندن والساسة في بروكسل، جميعهم يناقشون احتمال استخدام الأسلحة النووية. ليس هناك أي أساس، فإن روسيا لم تقدم هذا الأساس لاستخدام هذا النوع من الأسلحة، ونحن لا نؤيدها مثل هذه السردية. وعكسا لذلك، نحن نوضح أنه من واجبنا جميعا كالمجتمع الدولي أن نحول دون وقوع مثل هذه الكارثة النووية، ولكن كما يبدو الدول الغربية الآن تصر على الترويج لاحتمال استخدام هذه الأسلحة ولتقديم روسيا في أعين المجتمع الدولي كدولة نووية عدوانية. طيب يعني، ولكن ما الذي ستقوم به روسيا في هذه المناطق التي ستضمها؟ يعني تقول بأنها ضمت هذه الأراضي ليس لأسباب، أو الضم ليس لأسباب اقتصادية، ليس لأسباب نووية، ولا تنوي أي مخططات عسكرية. كيف نفهم هذا الضم؟ يعني دعنا نوسع النقاش ولا نتحدث فقط عن إنصاف أهالي الدونباس، ما هي الأهداف الاستراتيجية من ضم هذه المناطق الأربعة في هذه المرحلة في ظل هذه الحرب العسكرية مستمرة على الأراضي الأوكرانية؟ إن الهدف الاستراتيجي كما قلت سابقا يتمثل في الدفاع عن السكان المدنيين السلميين. وفيما يتعلق بهذه المناطق، فروسيا سوف تهتم بالمساعدة على إعادة إصلاحها. انظروا على سبيل المثال إلى مدينة ماريوبول التي كنتم تتحدثون عنها مرارا سابقا، فهناك يعيش الكثير من الناس الذين الآن يحصلون على الوظائف، الذين يعيشون في منازل جديدة، فهكذا تساعد روسيا لهؤلاء المناطق. فبالطبع إذا اتخذ قرار الضم فسوف تصبح هذه المناطق أراضي الدولة الروسية، ما يعني أن القوانين الروسية ستنطبق على المواطنين المحليين بما في ذلك المعونات الاجتماعية المالية، الأمر الذي سوف يجعل الناس يشعرون بالرجوع إلى حياة طبيعية. فيما يتعلق بالعملية العسكرية، فهناك ما يكفي من الوسائل والأسلحة التقليدية في الترسانات الروسية التي سوف يتم استغلالها بغية استكمال هذه العملية العسكرية الخاصة، ولا أحد يريد استخدام أو اللجوء إلى الخيار النووي. طب ضيوفي الكرام، ابقوا معنا جميعا، نتوقف عند هذا الفاصل الأخير في هذه الحلقة من رابط، بعد ذلك نستكمل ما لدينا، ما تبقى لدينا من وقت ومن محاور، ابقوا معنا. إلى جانب التأكيد الأوروبي على عدم الاعتراف بنتائج استفتاءات الضم الروسية، كشف مسؤول رفيع أن القمة الأوروبية المقبلة ستركز على استفتاءات الضم الروسية أيضا على التهديدات الروسية النووية. المسؤول الأوروبي لفت إلى أن القمة ستناقش بالتأكيد حادثة تسرب الغاز من خط نورد ستريم، بالإضافة لبحث فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا من بينها وضع سقف سعري للنفط الروسي. أعود إلى الضيوف الكرام، أسأل ضيفي من بون سيد ياسر، أسألك من
أبدأ النقاش من هذا التصريح الأحدث لوزير المال الألماني، يقول بأنه بلاده والعالم يعيش حرب طاقة في هذه المرحلة. هل فعلا انتقلت هذه الحرب في أوكرانيا إلى مرحلة جديدة، بالتحديد بعد ما جرى في الساعات الماضية من تسرب غير معلوم بعد 4 تسريبات في خط نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، ولا نعلم في ظل كل هذه الاتهامات المتبادلة من يقف وراءها، ولكن الآن هل هي حرب طاقة وبيد من في هذه المرحلة؟ بالطبع هي ليست فقط حرب طاقة، هي حرب على الاقتصاد ككل، أو حرب اقتصادية شاملة يمكن تسميتها. والدليل على ذلك ما ترينه أسفل في الشريط أسفل الشاشة من هذه الذي اصطبغ باللون الأحمر، فالمؤشرات كلها في هبوط. وبالتالي أعتقد أن هذه الحرب تؤثر ليس فقط على الطرفين المتنازعين بل على كل العالم، وليس فقط أوروبا. ولكن أوروبا بسبب علاقتها المباشرة وعلاقة بعض الدول فيها وأبرزها ألمانيا المباشرة واعتمادها الكبير على الطاقة الواردة من روسيا، فإنها متضررة بشكل مباشر. طبعا هذا التسرب الذي أدى إلى تعطيل خط نورد ستريم 1، خط نورد ستريم 2 لا يعمل، ولكن خط نورد ستريم 1 ما يزال يوصل الغاز ولكن بنسب قليلة جدا الآن لألمانيا بعد أن خفضت روسيا الكميات الواردة. طبعا هذا التسريب يعني هناك جاري العمل على قدم وساق لتحديد مصدره، ما إذا كان حادثا أم إذا كان تخريبا متعمدا، وإذا كان تخريبا فممن. أعتقد أن الأيام القادمة من المستفيد الآن؟ نعم؟ يعني ننتظر هذه التحقيقات، ولكن من المستفيد في هذه المرحلة؟ أعتقد أنه لا مستفيد، فروسيا ستخسر ما تبقى لها من أموال قادمة من ألمانيا جراء الكميات التي توردها من الغاز، وألمانيا ستخسر الغاز الوارد لها والذي لم تضع له حتى الآن في الحسبان أنها ستقوم بتعويضه، والآن توقف عن الوصول إليها. وبالتالي أعتقد أن هذا سأسميه الآن مبدئيا حادث يعني يضر الطرفين، ولكن أعتقد ربما هناك بعض الشائعات التي تقول أن هناك جهات تقف خلفه من أجل دفع الأطراف إلى اتخاذ مواقف أكثر حزما في هذه الحرب، خصوصا وأن ألمانيا وبعض الدول أيضا مترددة في التعامل مع روسيا، مترددة في دعم أوكرانيا أيضا، وهذا الأمر انتقده الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، إلا أن ذلك لا يمكن القطع به تماما إلا بعد تحديد أسباب هذا التسرب ومعرفة ما إذا كان حادثا أو كان تخريبا متعمدا. ولكن في النهاية نقول أن الشتاء سيكون قاسيا على الجميع وليس فقط على الأوروبيين. أعتقد أن أوراق الطاقة حاليا بيد روسيا، ولكن الأوروبيين يعملون على قدم وساق لسحب هذه الأوراق واضح من أيدي روسيا. وأعتقد هناك أن بعد وجهة نظر مختلفة سيد ياسر، بأنه هناك من يستفيد مما جرى، الولايات المتحدة الأمريكية عبر الترويج والإسراع بكل هذه الصفقات لبيع الغاز الطبيعي المسال، أيضا أوكرانيا مستفيدة لأنه الآن خط الغاز الذي يعني ينطلق من روسيا عبر أوكرانيا إلى الجانب الأوروبي أصبح أكثر أهمية وأكثر قيمة. وهنا أسأل ضيفي من كييف سيد أوليسكي، الناتو توعد برد حازم على أي هجوم متعمد يستهدف البنية التحتية للحلفاء، عن من يتحدث الناتو؟ أوكرانيا يعني كيف تنظر إلى تصريح الناتو من جهة، وكيف تنظر إلى من يرى بأن أوكرانيا مستفيدة مما جرى في هذه المرحلة، وربما هناك أصابع اتهام هنا وهناك من قبل الجانب الروسي على الجانب الأوكراني والأمريكي؟ هذا بشكل عام جنون أن نقول بأن أوكرانيا تستفيد من حرب موجودة على أرضها. هذا أولا، الأوكرانيون يموتون، الكثير من المدنيين يقتلون. إذن لهذا أنا سألتك سيد أوليسكي، إذا كانت أوكرانيا تستفيد من الحادث الذي أصاب أو العمل المتعمد، لا نعلم ما الذي سنسميه بعد، ولكن هذه التسريبات التي حصلت بنورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 وهم 4 تسريبات، أوكرانيا مستفيدة نعم أو لا، وكيف تنظر إلى ما يجري يعني، وهذا جزء من هذه الحرب الكبيرة على الجانب الأوروبي؟
أفهم سؤالك تماما. الحديث أو المشكلة هو أن هنالك خط أنابيب، ولكن بوتين لا يريد أن يقدم أي موارد طاقة لأوروبا، لأنه ذكر بشكل واضح من عبر الدعاية الروسية بأنها تريد لأوروبا أن تتجمد أثناء هذا الشتاء القادم. إذن هذه واحدة من الأدوات التي تستخدمها روسيا، أو واحدة من الأسلحة في عدوانها. إذن بوتين يستغل العالم، يبتزه، يتسبب بأزمة غذاء وأزمة طاقة وأزمة نووية. وفي هذا المنطلق أو من هذا المنطق، دعوني أعود إلى ما ذكر في الفقرة السابقة من قبل السيد كوشكن، ولم تتاح لي الفرصة للإجابة. أتحدث عن ماريوبل. ماريوبل دمرتها روسيا، خاركيف أيضا، وهي من الأراضي التي يتحدث سكانها بالروسي، دمرتها روسيا، قصفتها كل يوم. لذا يصعب علي أن أسمع هذه الأكاذيب السخيفة التي تقال عن أنها تريد أن تحمي هؤلاء السكان. سمعنا كيف هم جنود من الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. كل هذا كذب. روسيا تقصف المدنيين، ترتكب جرائم حرب. وأنا أعتقد بأنه في القريب العاجل أو فيما بعد ذلك سيكون هنالك محكمة دولية لمعاقبة روسيا. وأنا أعتقد بأن هذا الحرب هي الأولى من هكذا حجم بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا. لم نرى هكذا حرب. كما ذكرتي أنت أصلا، لم نرى محطات نووية يتم القتال بمحاذاتها. ومنذ بداية هذه الحرب السيد بوتين يتحدث عن الابتزاز النووي. سهل أن نجد سيد كوشكين، أجيبك، يسهل أن تجد على الإنترنت هذا الابتزاز الروسي باستخدام الأسلحة النووية. ما سمعته من السيد كوشكين هو تحديث عن الروس الذين يعيشون في هذه المناطق التي ستضم. يجب أن نفهم ما هو المحل. مضطر أقاطعك لأنه بقي لدي أقل من دقيقتين. أسألك سريعا ضيفي من موسكو سيد أندري، يعني يجتمع مجلس الأمن غدا بناء على طلب روسيا بسبب هذه التسريبات التي حصلت بنورد ستريم 1 و2. ما الذي تريد أن تحقق روسيا، وما الذي نتوقعه في ظل هذه الاتهامات المباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية بأنه الولايات المتحدة هي المستفيدة مما جرى بنورد ستريم؟ إن الموقف الروسي يتمثل في أن مثل هذه الحادثة، وإنهم يسمون ذلك عملا إرهابيا، ولكن هذا ما هو في الأمر. وفيما يتعلق بالمستفيدين المحتملين من هذه الحادثة، فهذا رأي الخبراء في الولايات المتحدة والدول الأوروبية. فالآن نحن يجب أن ننتظر لتحقيق. بالطبع هناك كثرة الروايات بشأن ما جرى، والآن هذا قيد المناقشة خلال هذا البرنامج. فيما يتعلق بجلسة مجلس الأمن للأمم المتحدة، فإن روسيا تهتم بأنه حتى في الأراضي الأوروبية. فنحن لا ننسى أن هذه الحادثة وقعت في المنطقة المائية الدنماركية. نحن نهتم بالحفاظ على البنية التحتية، خاصة في مجال الطاقة وسلامة هذه البنية التحتية. فلذلك نحن سوف نطالب بتنظيم التحقيق الشامل والشفاف وفقا لمبادئ القانون الدولي. سوف نحاسب جميع الأطراف المتورطة في هذه الحادثة. هذا هو المطالب والمطلب الأساسي من طرف روسيا خلال هذه الجلسة. شكرا جزيلا لكم جميعا. عذرا على المقاطعة، انتهى الوقت. كنت معي من موسكو سيد أندري كوشكن، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بلخانوفا، وكان معي من بون الألمانية سيد ياسر أبو معليق، الباحث في الشؤون الجيوسياسية، وكان معي من كييف السيد أوليكسي هاران، الأكاديمي والعضو السابق بالمجلس العام التابع لوزارة الخارجية الأوكرانية. أشكركم جميعا.
قبل الختام أعود وأذكركم بسؤالي الرابط. هل يطفي ضم روسيا للأقاليم الأوكرانية شرعنة استخدام الأسلحة النووية؟ وهل تجد روسيا في هذه الأقاليم الأوكرانية بديلا اقتصاديا عن العقوبات الغربية؟ بعد استفاضة النقاش في ملف الليلة خلص الضيوف إلى التالي: قد لا يكون هناك داعي لاستخدام روسيا للسلاح النووي بعد ضمها الأقاليم الأوكرانية، كما أن المجتمع الدولي لن يسمح بدخول الحرب إلى مرحلة الصراع النووي. اقتصاديا رأى الضيوف أن الأقاليم الأوكرانية التي تسعى روسيا لضمها هي الغنية بالطاقة وبالغذاء، وستكون بمثابة منفذ اقتصادي هام لروسيا في ظل تراكم العقوبات الغربية ضد موسكو. أشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.